مداخلتي وكالآتي: المرأة والسياسة بين الجرأة والمفارقة. يرتبط عمق إشكالية هذا الموضوع بالمرأة في علاقتها بالسياسة داخل المجتمع المغربي، أي بالتمثل العام الذي يحمله المواطنون المغاربة في وعيهم ولا وعيهم عن مشاركة المرأة في السياسة وعن الدور المنطقي لهذه الفئة الاجتماعية في بلورة الوعي الجماعي والمساهمة الفاعلة في التغيير والتطوير والتنمية وترسيخ القيم التاريخية والحضارية الجديدة المتسابقة ومستجدات العصر. إن إشكالية المرأة والسياسة بالمغرب لا ينبغي أن تختزل أثناء المعالجة في مرحلة الاستحقاقات الانتخابية فقط، لأن هذا الأمر يضر بمكانتها المجتمعية والشرعية ويرسخ ضعف مشاركتها، مما يفسر أن الاهتمامات بشؤون المرأة تبقى حبيسة الاستراتيجيات الظرفية المؤقتة. ولذلك ينبغي أن تحضر أسئلة المرأة ورهانتها في الممارسة السياسية داخل سيرورة إنجازاتها التاريخية والانتقال الديمقراطي. يبدو أن ظاهرة المرأة والسياسة واقعة خاصة لها منطق خاص، إذ لا تفسر هذه الظاهرة بعلاقات الإنتاج وبتقسيم العمل كما هو معروف في علم الاجتماع الكلاسيكي، وإنما تفسر علاقة المرأة بالسياسة بمدى قدرة المرأة على تأثيرها في المشهد السياسي، وكذا بآليات تجاوزها للمعيقات من أجل المشاركة السياسية، إذ لا بد من توظيف تجارب النساء ونشاطهن الحيوي في مجال التمثيلية السياسية، وإلا سيظل الاختلاف قائما بين المواطنين ذكرا وأنثى في تدبير الشأن العام. صحيح أن الدستور المغربي قد منع المرأة بكامل حقوقها السياسية والمدنية، حيث تكررت في الفصل الثاني من تساطير المملكة انطلاقا من 1962 إلى 1996 العبارة الآتية: إن المرأة والرجل متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، يحق لكل مواطن ذكرا وأنثى أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ومن هنا فإن حسن النية والإرادة والرغبة في تأسيس الديمقراطية والديمقراطية التشاركية والحد من التفاوتات بين الجنسين أمور مسطرة في الدساتير، لكنها لم تترجم على أرضية الواقع على صعيد تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار بصفة عامة، حيث يتأكد أن هذه التمثيلية لا تزال ضعيفة لأسباب مركبة يتقاطع فيها السياسي بالاجتماعي بالثقافي. إن مفردات نص الفصل الثامن من دساتير المملكة الآنفة الذكر ظلت تترجم اختزال الحقوق السياسية للمرأة المغربية باعتبارها صوتا ناخبا وقوة عددية باعتبار وزنها كهيئة ناخبة، لكن هنا تختلط الحقوق السياسية بحق التصويت وقت نفسه اختلالا في فهم معنى المشاركة السياسية من إطار تكافؤ الفرص إلى إطار المناصفة أو المساواة في النتائج. الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الميكانيزمات المتحكمة في الدينامية الاجتماعية للمرأة المغربية وعن أسباب المفارقة الواضحة بين الرغبة في تعزيز مكانة المرأة وبين واقع تمثيليتها داخل المؤسسات المنتخبة.
ولعلها الإجابة التي حتمت على المرأة المغربية المنخرطة في الأحزاب السياسية والمنظمات الموازية لها وجمعيات المجتمع المدني أن تخوض معركة جديدة لتمكين دورها في مسلسل الديمقراطية التشاركية لابتغاء تطوير المجتمع وتحويل هياكله وبنيته نحو إنماء الحقيقي وشمولي. وهذا ما جسده أول خطاب الملك ساري ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله أيده في 20 غشت 1998 في مناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، يقول: لا يمكن تصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائن شكن زهاء نصفه تبذر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بلا شقائق الرجال. تتناسب رسالتهن السامية بإنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عرف، مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل. انتهى كلام جلالة الملك. بهذه الكلمات لخص جلالته إشكالية الوضع العام للمرأة المغربية، مما أنتج تغييرا جذريا في الاستراتيجية المتبعة حيال المشاركة السياسية للمرأة في تدبير الشأن العام، الأمر الذي جعله بيانا ساميا موجها لباقي الفاعلين السياسيين وعلى رأسهم الأحزاب السياسية من أجل حثهم على ضرورة الاهتمام بموضوع ظل غائبا لفترة طويلة. إن هذا التوجه الاستراتيجي للدولة ومعطيات موضوعية أخرى قد ساهم في توليف ولادة أصول جديدة للمملكة، منح المرأة المغربية شرعية قانونية واجتماعية وسياسية، أقنعتها بمشروعها في المشاركة والتمثيلية والتنمية. يقول صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الثاني الموجه لأمته بشأن الدستور الجديد في المحور الثالث، وفي هذا الصدد تمت دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على تشريعات وطنية ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور وقوانين المملكة المستندة من الدين الإسلامي، وكذا تكريس المساواة بينهما في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة. انتهى كلام جلال الدين. تعد هذه الفقرة من الخطاب الملكي السامي خطوة نوعية يعلن جلالة الملك من خلالها عن ولادة عهد يتم فيه تدارك غياب النساء عن المشاركة السياسية والتفاعل مع المتغيرات العالمية التي تدعو إلى النهوض في أوضاع النساء وبرامج الأمم المتحدة والهيئات الدولية التي بدأت تضع المشاركة السياسية للمرأة كشرط ضروري للبناء الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة. من هنا يتضح أن الدستور الجديد يطرح بجرأة غير مسبوقة ضرورة خلق ممارسة سياسية تجعل للمرأة دورا طبيعيا وأساسيا في تحريك دواليب المجتمع وفتح آفاق الاجتهاد المدني أمامها من أجل تدبير الشأن العام، حتى يصبح فضاء السياسة بالنسبة إليها ليس فضاء لتطعيم ومساندة دور الرجل في الاستحقاقات الانتخابية، بل كممارسة فعلية والتزام مدني ومجتمع واطن. وما استبدال الفصل التاسع عشر
المخصص للملكية في التساطير السابقة للحريات والحقوق الأساسية في الدستور الجديد لسنة 2011، سوى إشارة قوية لإثارة الانتباه إلى قضية جوهرية تخص نصف المجتمع، بغية تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة وتجديد دورها في كافة الميادين والمستويات، مما يعبر عن أصالة وعمق وفلسفة التفكير السامي في تحسين ظروف المرأة المغربية. غير أن النتيجة الكارثية للتمثيلية النسائية في أول حكومة بعد صدور الدستور الجديد جعلت المهتمين بشأن المرأة المغربية ومشاركتها السياسية يطرحون العديد من التساؤلات العريضة، منها: أيعد التراجع في التمثيلية النسائية تراجعا عن الحقوق السياسية والمدنية المكتسبة؟ ثانيا: هل يعتبر ضعف التمثيلية النسائية إشارة دالة وجلية إلى عدم توفر الأحزاب على كفاءة نسائية قادرة على تقلد المناصب العليا في البلاد والاضطلاع بالمشاركة النوعية الفعالة داخل المجتمع المغربي؟ ثالثا: هل يمكن القول إن رجل السياسة المغربي لما وكلت له سلطة ترسيخ التمثيليات ترجم هذه السلطة في نهج إقصاء وتهميش للمرأة من دائرة المكتسبات وإخراجها إلى نقطة الصفر من جديد؟ إن هذا التراجع لهزيمة تاريخية كبرى للمرأة في التاريخ السياسي للأحزاب المغربية، ولعلها واقعة تتطلب المعالجة بوعي تأمل ناضج وبتحليل سياسي فاهم يميط اللثام عن علاقة المرأة بالرجل السياسي داخل البلاد. وهذا ما يعكس حقيقة الاغترار الثقافي الذي تعيشه الأحزاب السياسية في المغرب من خلال تنازلها عن حق تمثيلية المرأة في السلطة التنفيذية ترسيخا لاقتناع اجتماعي يروي إلى خضوع المرأة لسلطة الرجل والتنازل عن حقوقها، الأمر الذي يحد من تطلع النساء من الخلق والإبداع. إن ضعف تمثيلية المرأة داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وحرمانها من تقلد مناصب القرار العليا يعكس حجم معاناتها من اللامساواة واللامناصفة التي سعى الدستور الجديد إلى محو آثارها السلبية استجابة للظرفية الحضارية ومتطلبات الحركات النسوية، حتى لا يتقلص دور المرأة المغربية إلى مواطنة ناخبة أكثر منها مواطنة ومشاركة فعالة في المشهد السياسي للبلاد، سيما وأن نسب النساء في المدارس والجامعات والوظائف العمومية والخصوصية والشركات والمعامل أضحت تضاعف بنسب الرجال. الشيء الذي يستدعي تأملا عميقا لهذه الوضعية الإشكال من طرف الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة والمنظمات الموازية وفعاليات المجتمع المدني. شكرا لكم على حسن الإصرار. السلام عليكم.